السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا ومشاهدينا، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد والذي إن شاء الله سوف نحاول أن نتطرق فيه أو نقتصر الطريق على كل الأشخاص الذين يهتمون بالبحوث العلمية، لا سواء أو ما من الأشخاص الذين يهتمون بتطوير ذاتهم في مختلف المجالات. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أحاول أن أقدم لكم أربعة مواقع ضرورية وجميلة وأنصح الجميع بأن يدخلوا إليها. هذه المواقع والتي ما يميزها أنها مواقع سهلة الولوج ومواقع مجانية. الموقع الأول والذي أنصحك أخي المشاهد أن تدخل إليه وهو موقع إدراك. هذا الموقع والذي يحتوي على دورة تكوينية وبشراكة مع جامعة هارفارد، والذي يحتوي على بحوث في عدة مجالات، لا سواء في المجال الطب والهندسة أو المجالات المختلفة التي تعرفها ويعرفها الجميع. الموقع الثاني وهو موقع نادروس.com. هذا الموقع والذي يحتوي على كذلك أشياء جميلة ورائعة في كيف تنمي ذاتك، كيف تتعامل مع مختلف الحالات أو أحداث التي تواجهها. مهم، موقع جميل ورائع أنصحك، ولا يمكننا أن نفرق ما بين موقع ندرسكم وموقع إدراك، فهما موقعان جميلان ورائعين. هاتين الموقعين أضيف إليهما الموقع الثالث وهو موقع رواق. هذا الموقع الذي يحتوي كذلك على أشياء لا تتخيلها، والذي أنصحك أن تلجأ إلى هذا الموقع وتبحث فيه جيدا، لأنه يحتوي على أشياء لا تتخيلها عزيزي المشاهد. إضافة إلى الموقع الرابع والذي يمكن أن نقول لك أنه موقع من بين المواقع الجميلة والذي يحتوي على أطر ذات كفاءة عالية. في البداية كان هذا الموقع الرابع والذي يسمى بالجزيرة إي ليرنينج أو إي ليرنينج الجزيرة، كان في البداية موقع يتم الدفع مقابل الولوج إليه، لكنه حاليا بسبب الحجر الصحي أصبح مجانيا. لذلك أدعوك أن تستغل الوقت الفارغ بسبب الحجر الصحي من أجل أن تطور نفسك في أشياء في مختلف المجالات، سواء في البرمجة، لا سواء في الفوتوشوب، لا سواء في المونتاج، لا سواء في الطبخ، لا سواء في التعرف على ثقافات أخرى. المهم، أربعة مواقع بين يديك سهلة، بعض المواقع منها والذي عندما تتم الدراسة أو تتم الدورات تحصل على الشواهد من طرف الموقع. هذه أربعة مواقع أنصحك أن تدخل إليها، وأنصحك إذا أعجبك هذا الفيديو أن تضغط على جيم وتتابعنا من أجل أن تتوصل بالجديد. إلى هنا محمد كريم يحييك، والسلام عليكم ورحمة الله.